وزارة الصناعة والتجارة تطلق بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية للمصدرين النسخة الثانية من برنامج المصدرون المبتدئون من أجل مواكبة المقاولات والتعاونيات ذات المقومات والإمكانيات التصديرية، وذلك من خلال مواكبة على مقاس كل شركة مستفيدة لمساعدتها على تنزيل خطة عملها وتمكينها من الآليات اللازمة لولوج أسواق دولية خاصة الأسواق الواعدة. الدعم المالي يمتد على مدى سنتين ويغطي 80% من النفقات في حدود 1.5 مليون درهم عن كل شركة، ويستهدف البرنامج المقاولات أو التعاونيات العاملة في قطاع الصناعة أو الخدمات الراغبة في التصدير لأول مرة أو ذات صادرات غير منتظمة. آخر أجل لإيداع الترشيحات 31 أكتوبر 2023 على الساعة 3 بعد الزوال. للمزيد من المعلومات والتفاصيل بخصوص برنامج دعم المصدرون المبتدئون ندعوكم لزيارة موقع الوزارة.